معانا الاستاذ سامح من القاهره. القاهره. مساء الخير الو، استاذ سامح، ازيك؟ مساء الخير دكتور، ازي حضرتك يا فندم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. انا عندي بنتين توأم مولودين في اول الثامن، شهر الثامن، عندهم 3 سنين ونص. تمام. في واحده حضرتك يعني دايما كل حاجه، لا كل حاجه عايزاها بتعيط وتدمع وتبتدي بعد كده يعني تمتلحها كده نوع من انواع نوبة غضب. الحركه الاستريه شويه، ولو حاجه ما خدتهاش بتعيط جامد جدا وتصرخ. الحاجه دي ممكن تكون بسيطه وساعات بتبقى حاجات مش بسيطه. بالتالي انت ممكن لما هي مثلا بتعمل نوبة الغضب دي وتعمل وتصرخ وتعمل وتدبدب وتعمل حاجات كده، فاحنا بنديها الحاجة عشان نخلص من العياط بتاعها. بعد ما انا الهيها ساعات مش بسمع كلامها، بس هي البنت مثلا تقول لي انا عايز اتفرج على نونا على اليوتيوب على التليفون على الانترنت، اديني التليفون، ما اديتهاش تليفون تعيط، او بتتفرج كمان على اليوتيوب على اليوتيوب على التلفزيون، مجرد تخش الاوضه تتخيل ان انا قاعد التلفزيون فتعيط. دايما هي عندها شخصيه شويه ذكيه جدا، ودايما انا ساعات مش كتير لكن اوقات بتعصب عليها، بزعق فيها، بصرخ فيها، بس مش منتظر انها تسمع كلامي، بس هي عنيفه. طيب تمام يا استاذ سامح. طبعا انا حابب ان انا اتواصل معاكم اكتر من كده، انا هرد على الاستاذ سامح، احنا ناقصنا دقيقتين بس على الهوا. نفس الفكرة بتاعت أستاذ سامح اللي أنا قلتها في بداية الحلقة، فكرة الفيران دي، فكرة إن هو هي عندها أمل إن هي تاخد الحاجة، فكل مرة هي هتزود الـ النوبة بتاعت الغضب، هتزود الإجراءات اللي هي بتعملها، لأن هي ذكية جدا، هي فاهماكم، هي فاهمة إن هي لما بتضغط عليكم من خلال الزعيق والنرفزة والضرب وإن هي تقعد تخبط في الأرض، هي هتاخد اللي هي عايزاه. كون إن أنا بتأرجح مرة بديها ومرة مش بديها، هي دي الفكرة اللي بتخليها تزود الجرعة بتاعت نوبة الغضب. فإحنا هنعمل إيه معاها؟ رقم واحد، ان احنا لو قررنا ان احنا مش هنديها الحاجة دي، فانت هتقول لها على فكرة اللي انت بتعمليه ده مش هيجيب نتيجة، انت مش هتاخدي الحاجة اللي انت هتزني عليها اللي انت هتعيطي عليها، ونسيبها. نسيبها نعمل، ممكن عندنا 3 اساليب. رقم واحد، ان انا ممكن لما تعمل نوبة الغضب دي ان انا ممكن اخدها في حضني واقعد ساكت، ما هي تقعد ترفس تعمل اللي هي عايزاه. رقم اتنين، ان انا ممكن الهيها بعيد خالص على الفكره دي من خلال حاجات تانية، ان انا عارف فكره العصفوره دي ان انا الهيها. رقم تلاته، اني انا اسيبها وكانها مش موجوده خالص لحد ما هي تفهم ان نوبه الغضب دي مش هتجيب النتائج اللي هي عايزاها. شويه شويه هتبدا النوبه دي تقل.